السلام عليكم خوتي، في هذا الفيديو راح نعطيكم معلومه على الفيزا تاع اسبانيا. خاطر راني كي عطيت هذا الموضوع كاين ناس علقوا بتعليقات ايجابيه. الفيزا المليحه اللي راهي فيها لا شونس قلنا حنايا دائما تبقى اسبانيا، ماشي معناتها هكذا كي نقول لك انا راهي اسبانيا معناتها انت كي تدفع راح يمدوا لك، يعني كل واحد ومكتوب وكل واحد وزهره. بالنسبه لي انا اسبانيا نسبه القبول تاعها مرتفعه مقارنه بفرنسا. فرنسا اني لاحظتها باللي يمدوا وي مش ما يمدوش، وانما نسبة تاع الناس اللي يمدوا لهم يعني النسبة الكبيرة الناس اللي متزوجين. ثم خوتي الناس اللي راهم متزوجين عندهم لاشونس كبيرة. أما الناس العزاب بالنسبة لفرنسا نسبة قليلة. أما إسبانيا، إسبانيا حسب ما راني نشوف أنا وحسب الناس اللي يتعاملوا معايا ثلاث متاع الدوسي اللي ما راهمش متزوجين يمدوا لهم. يعني أنا قلت لكم إسبانيا فيها لاشونس وتقدروا تدوا. مش معناتها انا كي نقول لك تقدر تدي تروح تشري مانيش عارف انا رونديفو ولا دوسي ولا يعطوك الرفض تقول لي راشد انت اللي قلت لي ولا انت اللي حكيت لي. والله المهم